ينضم لي هاتفيا المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان. حياك الله عقيد فواز. يا مساء النور والسرور. يعطيك العافية. الله يعافيك حبيبي. التشكيل العصابي هذا شفنا مقاطع الفترة الماضية كانت كلها بكاميرات تكون يعني الأشخاص إما في بيوتهم أو على مسجد أو كذا. هل هذه الكاميرات هي اللي دلتكم عليهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعليه الصلاة والسلام. دائما مسيك بالخير للسادة المشاهدين. نسيت بالنور الله يسلمك. وزي ما طلعته وزي ما هو متداول عبر مواقع التواصل كان في مقطعين على وجه التحديد هي التي مكنت أو يعني أشارت بدلائل من حيث الوصف أو النوع. طبعا هذه الكاميرات كانت كلها موجودة في مواقع قريبة مواقع استهداف الأشخاص بها والحمد لله من خلالها من خلال يقظة زملائي وأخواني رجال دوريات الأمن منطقة الرياض تم الوصول أو حفر الاشتباه بداية حتى تم ضبط الأشخاص في عدة كمائن بشكل احترافي وصولا إلى ضبطهم وتقديمهم للأعداء. ما هي غريبة عليكم عقيد فواز والناس أيضا شركاء لكم في 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 عملكم وهذا الشيء الإيجابي، لكن الكلام أنهم كانوا اثنين سعوديين وخمسة يمنيين. ها صحيح. أها طيب اعترفوا ب 17 قضية غير القضايا اللي شفناها؟ لا طعمك مجمل القضاء البلاغات. طبعا احنا بعد ما تم تحديد الاشتباه وضبطهم كأسلوب من أساليب التحقيق يتم عادة الرجوع لسجل قيد البلاغات. جمعنا مجموعة من البلاغات طبعا تتجاوز عن هذه الأعداد وتم مواجهتهم فيها ومجابهتهم وعرضهم على المجني عليهم والتعرف عليهم وتوجيه الاتهام لهم في عدد 17 بلاغ. وكلها يعني أقروا فيها واعترفوا أنه هذا اللي سووه. صحيح بعد مواجهتهم بالمجني عليهم. أعمارهم تتراوح بين كم وكم إذا ما عليك كم؟ كلهم في العقد بين العقدين الثاني والثالث يعني بين 21 للثلاثين. طيب احنا الآن بناء على وجود هذه الكاميرات وفائدتها أمنيا للبلد عموما مهمة أنه تركيب كاميرات حول البيوت أو في الأماكن التجارية وكذا، ليش ما يكون منكم طلب إلى هذه الجهات أو البلدية تتواصلون أنتوا وياهم بحيث يكون دائما عند الناس موجود كاميرات بحيث تساعدكم أيضا في بعض القضايا؟ إن شاء الله أني أبشرك أنه في دراسات يعني متقدمة في هذا الموضوع وإن شاء الله أنها قريبة ترى النور قرارات إيجابية في هذا الشأن. لأنه الشوارع مغطاة بالكامل بالكاميرات وهذا موجود، لكن عند البيوت يعني بيوت الناس الشخصية وكذا ما أنتم ما يعني تستطيعون توصلون لها، فالناس يجب أنها تساعدكم في هالموضوع. تبقى الله يسلمك مسؤولية حماية يعني الممتلكات الخاصة والمنشآت الخاصة يعني تقع الآن على مالكها، وهذا أدعو الجميع اللي يحسن أنفسهم بداية يعني بالذكر وأموالهم وكذلك الحال الاعتماد على وسائل التقنية الحديثة صحيح. إذا ما علم أنه أسعارها الآن يعني شنو متدنية. صحيح أخونا العقيد فواز الميمان شكرا جزيلا لكم على هذه الجهود وهذه الأخبار الطيبة اللي تشيع دائما الفرح بين الناس. شكرا جزيلا لكم يعطيك العافية.